أول ما عرف الإعلام المحلي أنه حضرتك ضيفنا، الخبر يلي طلع دغري أنه اللواء إبراهيم وقت طلعته على الحرة كرمال موضوع العقوبات. سمعت اليوم قريت شيء بهالخصوص؟ هل تخاف من عقوبات؟ مش أنا وقته، أنت وقته. أنا وقته وهيدا ما بيعرفوا، ولكن هل يخاف اللواء إبراهيم اليوم من العقوبات؟ لا ما بخاف، ما بخاف من العقوبات، وهذا موضوع لا يعنيني، وبعتقد هيدا موضوع ورا ظهري. أنا مكمل شغلي، بس تيجي عقوبات توقفني عن شغلي مضطر وقف.